بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعلن بالنيابة عن ثوار بلدتي المصلى وإسكان جد حفص عن جهوزيتنا التامة للزحف نحو ميدان الشهداء، وإنا سوف نكون أول أمراء الميدان، وإنا سوف ننزل تحديا للنظام ونصرة للأسرى والأسيرات والشهداء. فكونوا يا شعب البحرين على أتم الاستعداد لتسجيل أوسع مشاركة في الاستحقاق التاريخي. يوم 14 أغسطس سنزلزل الأرض تحت أقدام المحتلين. الله خير الحافظين.